جلس الرسول مع الصحابة قال إني لا تعجب من إيمان قوم أو خلق، من تظنون؟ يقول في ناس أنا متعجب، مخلوقين متعجب من إيمانهم. الصحابة يوم سمعوا متعجب، الرسول يتعجب من إيمان، معناتهم أعلى منه في ظنهم. قالوا الملائكة يا رسول الله؟ قال لا لا لا، أولئك خلق قربهم الله، يطيعونه ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، هذول لهم مكانة خاصة. قال بعض الصحابة إذن الأنبياء والرسل؟ قال لا لا، أولئك قوم اصطفاهم الله لرسالاته وأنزل عليهم وحيه. قالوا أذن إذن من؟ أنحن يا رسول أصحابك لأننا التقينا بك؟ قال لا، أنتم أصحابي فقد رأيتموني وأنا بين ظهرانيكم. إذن من يا رسول الله؟ قال أعجب من إيمان قوم آمنوا بي من أمتي ولم يروني.